special interview coming up with Nada Farid. صباح الخير لكل مستمعينا، لكل اللي انضموا لنا بصبحيتنا ودايما عبر هوا صوت سيدني، لكل اللي عم بيتابعونا من خلال الويب سايت southsydney.com.au، صوت سيدني ابلكيشن، وهلا كمان رح نكون لايف على يوتيوب وعلى فيسبوك. يعني قد ايه بحياتنا الطفولة بتأثر على حياتنا، الآثار البيئية بتأثر على حياتنا، كيف مننمى بتأثر على حياتنا، كل شيء بيمرق بحياتنا ممكن يأثر، ممكن يقويها، ممكن يضعفها حسب البيس تبع حياتنا. وقد ايه الأهل عن جد قبل ما يفكروا يجيبوا أي ولد يفكروا هل هني قادرين يربوا هيدا الولد. بيسعدني استقبل ومباشرة على الهواء دكتور مرام حكيم. صباح الخير لألك. صباح الخير ندى، أهلا فيك، كيفكم؟ صباح النور. حضرتك طبيب ومعالج نفسي، رح نحكي أكتر معك ونتوسع، يعني بتفتح شهيتنا على كتير من المواضيع صراحة، ومنحتار أي سؤال بدنا نسألك ومن وين بدنا نبلش يعني. وحابة يكون لنا معك لقاءات هيك متكررة نحكي فيها عن الأمراض النفسية، من ضمن الأمراض العقلية، من ضمن البايبولر وغيرها، القلق وغيرها من الحقيقة الاضطرابات النفسية اللي موجودة بكل بيت، وكتير ناس بحبوا يعرفوا عنها أكتر وأكتر. اليوم رح نبلش هيك قد ما فينا، أول شيء يعني مثل ما بيقولوا نستغل معلوماتك ونبلش بمثل ما ذكرنا الآثار البيئية واللي أهمها بالطفولة أو بالمراحل الأولى لأي طفل بنموه. هلأ في ناس بيقولوا ما قبل الولادة حتى ببلش هيدا الشيء، بس خلينا نقول منذ الولادة. قدي عن جد التربية مهمة من الأم ومن البي، والمشاكل رح نحكيها بعدين إذا كان في فقدان للأم أو للبي. تفضل دكتور. صحيح صحيح اللي قلتيه مظبوط. التأثيرات البيئية تتفاعل مع تركيبته الوراثية، يعني كل إنسان عنده تركيبة وراثية، عنده قدرات، عنده حدود معينة بجهازه العصبي، وهالإنسان بيتفاعل مع البيئة حوله من أول لحظة يلي يعني البويضة بتتلقح. التأثير موجود حتى بالرحم، يعني هلا هذا اكتشافات جديدة انه حتى بالرحم تأثيرات البيئة من اصوات انابل مثلا، من توتر الام، من زعل الام، كله بيوصل من خلال الدم، لانه الام بيصير عندها ستريس هرمونز من ادرينالين لكورتيزول الى اخره، بينتقلوا بالدم بيطبعوا الجهاز، في بيصير امبرنت للجهاز العصبي تبع الجنين انه في توتر، انه في هالشيء. هو ما بيفهم هالشيء اكيد، ما عنده القدره يفكر، بس الجهاز العصبي ببلش ياكل ضربات. اذا هذا الشيء لحقه مثلا ولاده عسيره، هذا كمان يعتبر ضربه للجهاز العصبي، اللي كثير قلال بيعرفوا هالشيء، باستثناء الناس اللي بيشتغلوا مع الصدمات المبكره early trauma birth trauma، بيشتغلوا بشكل trauma resolution، يعني علاجات trauma، علاجات الصدمات النفسية. وبعدين تكرر المسبحة، بكل مرحلة من حياة الطفل في حاجات معينة، في حاجات وخصوصا بس يكون صغير، في حاجات تتعلق باللمس، بأنه ما يكون بردان، بأنه ما يكون جوعان، بأنه ما يكون، بأنه يكون نظيف، بأنه يكون معبوط محمول، بيشوف ابتسامة قدامه، دفى إلى آخره. بعدين المرحلة اللي بعدها مثلا بيصير يتعلق بشخص واحد، إن كان الأم أو البي أو المربي أو شيء منه، وبده يضل يتعلق بهالشخص الواحد لفترة 3-4 سنين، ضروري إنه ما يتغير الشخص مين ما كان يكون، ما يتغير، لأنه إذا تغير الشخص بيعتبر نوع من الترك العاطفي، وهو صدمة للطفل، بنسميها abandonment to separation، تترك أثر على الطفل، بيصير حتى بعلاقاته على كبر يتأثر بالترك، بالرفض، بعلاقاته مع أحبائه، بعلاقاته مع الحميمة، يعني بيصير كتير حساس على موضوع الرفض.
بعدين بصير عنده حاجات جديدة كمان بالإضافة إلى القديمة، بصير عنده حاجات إنه يصير في ستيميوليشن لعقله، ستيميوليشن لجسمه، ألعاب رياضية، يلعب بالطابة، يلعب مع أصحابه إلى آخره، ستيميوليشن لعقله بالدراسة، بالكتب المفيدة إلى آخره. فبكل عمر له حاجاته، بس يصير تين ايجر ببلش يعمل شوية استقلالية، فحاجاته بهالمرحلة انه ينعطى a certain measure of استقلالية، مش انه يضل مضبوط كأنه طفل صغير. بس يكبر في عنده حاجاته ليثبت حاله بمجال العمل، بمجال الجنسي، بمجال العلاقات، بمجال السوشيال لايف. فأي ضربة لهالشيء، أي شيء بيأخره، أي شيء بيوقف بضربه بمرحلة معينة بنعتبرها تكوينية لهالشخصية هيدي، ممكن تترك أثر نفسي، وإذا كانت من الشدة بشكل أو من التكرار بشكل وبقوة معينة ممكن تؤدي للمرض النفسي يلي بياخد عدة أشكال حسب تكوينه للشخص وراثيا ونوعية الصدمة يلي اجت. نعم، هذا مختصر للوضع، وفي أنواع من الصدمات. نعم، بيتحمل حقيقة الموضوع، يعني مثل ما بيقولوا كل كلمة حضرتك ذكرتها بينعمل عليها كذا حلقة. بدي أرجع لاضطراب الشخصية أو البيرسوناليتي ديس أوردر للإنسان، من أي مرحلة بالذات بيبدأ تكوينه، وقديه آثاره بتكون على هيدا الطفل وبالمستقبل؟ مثل ما قلنا البيس إذا بيكون قوي الإنسان بعدين بيقدر يتخطى كل شيء. كمان ذكرت صحيح. حضرتك دكتور تعلق الولد بأول 3 سنوات بالأم أو البي، وممكن تكون الناني أو المربية. قديه صعب لما بتروح المربية يعني. هذا صدمي، لأن هون عندنا في جهل بالموضوع ال جهل كبير. separation، في جهل كبير بموضوع السيبريشن. مثلا الام تنحسد من المربي، لان المربي مثلا، خصوصا اذا الام مثلا عم تشتغل والطفل بيتعلق بالمربي، هذا طبيعي يتعلق ولازم يتعلق، وعنده 4 سنين تعلق ضروريه. فالام هون بتتضايق وبتوديها للمربي، فهذا هون الطفل بينضرب ضربه كثير قويه. بتيجي مربية غيرها ببلش يتعلق فيها، لأن هي اللي عم تهتم فيه مش الأم، الأم عم تشتغل. كمان الأم تتضايق إنه تعلقه بالمربية أقوى، كمان تمشيها على بيتها. فهذا الطفل مدمر بيصير عاطفيا، لأنه صار متروك كذا مرة، والموديل تبعه براسه إنه أنا بنترك، أنا ما بنحب، أنا خايف، ما عندي حدا بضل معي إلى آخره. الطفل طريقة تفكيره بهالعمر التكويني هذا الفورماتيف developmental stage مش مثل تفكير الكبار. في أطفال بعمر صغير إذا أمه فاتت على التواليت وسكرت الباب بيعتبرها تركته، بحسها إنه تركت، لأنه يعني ما بيتخيل إنه هي بعدها موجودة. شو الاضطراب اللي ممكن يصير معه بعدين بشخصيته؟ separation، severe separation anxiety، يعني بيعمل له نوع من القلق، إنه كل ما واحد يسافر، كل ما واحد يترك حتى على كبر، إذا ترك جغرافيا أو عاطفيا بيصير عنده قلق شديد أو شيء من هالنوع، أو نعم. اكتئاب حتى. عم مهم. نعطي مثل، ما في دايما نقطة A بتوصل لنقطة B، أيام نقطة A بتوصل ل C أو D حسب نوعية تكوينه وبقية الأشياء اللي صارت بين بداية المشكلة وضربات أخرى أو تروماز تانيين اللي ممكن يكون صار. صح، تركيبته للإنسان من مكونات عدة. رح نرجع لاضطراب الشخصية، ببلش منذ الطفولة دكتور؟ صحيح، اضطرابات الشخصية 10 هي. هلأ الكتب بتتغير كل 7 8 سنين، بغيروا شوي بالكلاسيفيكيشن، التصنيف، مش أكتر من هيك. بس عندنا اضطرابات مثل اضطراب الشخصية النرجسية، مثل اضطراب الشخصية الحدية بوردر لاين، مثل اضطراب الشخصية المنعزلة سكيزويد، مثل اضطراب الشخصية الغريبة سكيزوتيبل، مثل اضطراب الشخصية الهستريونية يلي كتير بحب هيك يلبس ألوان مفرقعة وشعره مدري كيف وإلى آخره، يعني يستعرض حاله. اضطراب الشخصية الديبندنت الاتكالي، اضطراب الشخصية الافويدنت هو الشخص اللي بيحب الناس بس ما بيستحي كتير وما بيقدر يفوت بالمجتمع إلى آخره. هدول ما بعرف كم وحدة عديت، هني 10 تقريبا.
وأكيد اضطراب الشخصية الإجرامية نسميه سايكوباث أو سوسيوباث إلى آخره. هدول هني كل وحدة إلى خواصها. الباك جراوند فيها تكون متشابهة، الباك جراوند دائما مبنية إما على إساءة يعني أبيوز وهو أنواع، أو حرمان. دائما أي شخص مضطرب إن كان اضطراب شخصي أو أي مرض سيكولوجي تاني دائما بيكون السبب إما إساءة أو حرمان بعمر معين أو فترة معينة. عم نحكي عن حرمان، حرمان الحب يعني، حرمان الحنان. ايه حرمان، انا قلت لك الحاجات كل مرحلة من النمو الى حاجات معينة هني وصغار. فكل اي حرمان من الحاجات الاساسية بيؤدي لاضطراب بعدين، خصوصا اذا استمر فترة طويلة او كان قاسي كتير هالحرمان او الاساءة. الاساءة بتكون ثلاث اشكال: جسدية، عاطفية، كلامية، وجنسية. هذول الاساءات، والحرمان كمان نوع اساءة. So, الاضطرابات الشخصية personality disorder هو الاستعمال، هو اللفظ العلمي اللي عم نستعمله اليوم، مش مثل ما نقول هذا شخصيته مضطربة هيك، هذا يعني الحكي العام هيك، بس لا، هون حكي علمي. هن العشر شخصيات اللي جربت عدها هلا، وهالشخصيات تكوينها ببلش بالصغر، أكثرها ببلش بعمر كتير صغير. قسم منها كمان بيزيد عليها أشياء بتصير بمراحل الانتقالية مثل التين ايج، هونيك ببلش يبين يمكن ممكن ايه، لانه على الصغر تقنيا ما بنسميها اضطرابات شخصيه. نحن الكتالوج تبعنا العلمي بيقول انه من تين ايج بالطالع بعد 18 بنسميها هيك لانه بنقدر نشخصها، بصيروا شوي اندبندنت. بداياتها التكوينيه بتكون بالمرحله الصغيره، يعني بين عمر تقريبا 9 اشهر لعمر 4-5 سنين للشخص تتكون في مراحل معينة تكون اكتملت بشخصيته للسبع سنين تقريبا، وبعدين في نطة تانية على البيوبرتي على التين ايج، كمان في نطة تانية تكوينية يعني. يعني هيدي الأمراض والاضطرابات اللي حكينا عنها النفسية والشخصية ممكن توصل للعقلية كمان. التروما ممكن تودي لأمراض عقلية، بس ما بنسميها personality disorder، بنسميها psychosis يعني الذهانات. هذا كاتيجوري تاني ضمن الأمراض النفسية. خلينا نحكي عن early trauma أو يعني الصدمات المبكرة. نعم، خلينا هيك ندفع نعرف عنها أكتر ويعرفوا الناس أكيد. نحن عن شو عم نحكي. أكيد بفتكر اهم شيء نعرف انه الايرلي تروما فيها يعني تبلش من فتره الحمل، من فتره الحمل. يعني اذا البيئه تبع الجنين ببطن امه خطره عليه، ان كان من ناحيه تناول الكحول عند الام، من ناحيه الدخان، من ناحيه التعصيب، لانه في وصلت الحبل السري الامبليكال كورد بيوصل الدمات من الام للطفل، او ممكن اذا ما بدي، اذا ما بدي عندها ريفيوزل له، واذا عندها ريفيوزل، اذا هي وجوزها عم تخانق، او اذا مات بيها وامها، اذا صار في حرب حولها، هذا كله بينطبع بالجهاز العصبي. اكيد بالوعي ما بنتذكره، بس فينا مثلا اذا عم نقيس دقات قلبه للجنين بنشوف انه اذا في شيء املي انفجرت دقات القلب بتتصاعد وبتتسارع إلى آخره. ففي عنا معطيات فيزيولوجية بتأكد أن الجنين بحس عاطفيا وبحس جسديا. لذلك نحن إذا بدنا نحضر لمشروع طفل بدنا نبلش من هاي المرحلة. بهالمرحلة بدنا نوفر الغذاء المنيح للأم، شوية رياضة تكون صحتها منيحة، إذا عندها أي أمراض تكون عالجتهم قبل ما تحبل، إذا عندها أي حبوب أدوية تاخدهم، تشوف أي منهم مسموح وأي ممنوع، لأنه في أدوية بتشوه الجنين، في أدوية بتعرض الجنين لأنه يكون عنده أمراض نفسية يلي ما بنعرف من وين إجت، بس هي جاية من تعرضه لمثلا أدوية معينة، مثلا مضاد الاكتئاب إذا الأم عم تاخده ما بيطلع الجنين مشوه، بس ممكن يكون عنده قلة انتباه، ممكن، ما بقول بالضرورة، انتبهوا. سو هذول كله اشياء بدنا نفكر فيها قبل بوقت. لذلك التحضير بتم من هالمرحلة. ثانيا المرحلة كتير صعبة بعدين هي مرحلة الولادة، إذا كانت الولادة فيها complication يعني تعقيد أو عسر، مثلا الولد يخلق بالشقلوب،
مثلا الولد يخلق بالحبل على رقبته، مثلا الولد يخلق بالفورسبس بالملقط، مثلا الولد يخلق قبل بوقته، مثلا الولد بينسحب بالقوة. كل هالاشياء بتترك تروما كتير قوية على البيبي، واكيد على كبر ما بيتذكرها، ولكن جهازه العصبي بيكون اوريدي بلش ياكل ضربات. ونحن بنشوف هالشيء لانه صار في عندنا ستاتستكس، يعني احصائيات، يلي بتقول مثلا الطفل يلي تعرض لصدمات بالولاده ممكن بعض منهم نسبه اكثر من العادي بصير عنده سكيزوفرينيا بعدين، انفصام الشخصيه. انا كمان هون ما عم عمم، يعني ما بدي الناس اللي عم تسمع تنرعب وتقول كل واحد صار عنده اضطراب بالولاده يصير عنده سكيزوفرينيا، ما في هيك شيء، لا. بس اذا قارنا بالنسب بنشوف انه الامكانيه اكثر. حتى بالسكيزوفرينيا مثلا اذا كان البي عمره فوق ال50 عند الانجاب، ممكن نوعيه السبرم تبعه ما تكون كثير جيده، وممكن بعض الاطفال يصير عندهم سكيزوفرينيا. هذا كله وين؟ قبل ما البويضه تتلقح. لذلك بدنا كاب وكام دائما نكون بصحه ممتازه، ونشوف شو فينا نخفف مواد كيماويه تفوت على جسمنا قدر الامكان. وبعدين الولاده تكون يا ريتها بتكون طبيعيه. هلا سيستم المستشفى كثير غير صحي، سيستم المستشفى منه صحي من الناحيه النفسيه، هو صحي من ناحيه الميكروبات والجراثيم وكذا، او اذا صار نزيف او اذا كذا. فبس الولاده الطبيعيه بتكون مثلا المراه مش على ظهرها. الولاده الطبيعيه ما بيكون في رجال بالاوضه، او بالكثره الناس فايته وناس طالعه وهيك. الولاده الطبيعيه بتكون بجو حميم، مش بضو كله بياض وشيء هيك بخوف يعني. في على كل حال هذا موضوع تاني بنحكي فيه، لانه في كتب انكتبت على الجنتل بيرث، الولاده الناعمه، الولاده الطبيعيه، الولاده كذا. مش معناتها اذا صار كومبليكيشن ما نفوت على اوضه العمليات، لا. اذا صار في كومبليكيشن ديفينتلي بده يكون في اوضه عمليات موجوده وطبيب موجود على الجنب يعني. يعني قلت حضرتك معلومات كتير مهمة وجديدة بنفس الوقت، أنا مأكدة إنه كتار من اللي عم يسمعونا عم يسمعوها حقيقة لأول مرة، وحكينا عن كتير مكونات بتأثر ببناء شخصيته لهيدا الطفل. وين الجينات الوراثية مثلا؟ دايما بيقولوا فلان هيك طالع مثل بيو. مظبوط. عندنا شيء اسمه الجينيتكس هي الوراثي، وعندنا شيء اسمه الابي جينيتكس يعني ما بعد الوراثي او ما فوق الوراثي. الجينيتكس هو المكون الوراثي للمرض ان كان نفسي او جسدي وتبعي. بعتذر. المكون الابي جينيتك هو البيئه من البويضه لحد ما يكبر، من عند البويضه ولحد ما يكبر. الابي جينيتكس مع الجينيتكس بتفاعلوا بشكل انه جينات معينه، مثلا اذا الطفل عنده جينات مرضيه يعني عنده استعداد ليكون في مرض، بس هالجينات يمكن تتحرك ويمكن ما تتحرك بناء على الصدمات الخارجيه. هاي السر بكل الامراض ومنها النفسيه. نعم نعم. فعندنا هون تاثير، عندنا البيسس الاساس هو الوراثي، عندك معطيات وراثيه وعندك تاثيرات بيئيه. تفاعل الاثنين مع بعضهم بحدد اذا الجينات المرضيه بتبين ولا ما بتبين. فنحن اذا اخذنا identical twins يعني التوأمين التوأم المتطابق، يعني كل جيناتهم مثل بعضهم، مثل بعضهم 100%، بس واحد منهم بيطلع عنده مثلا bipolar، الثاني ما بيطلع، لانه في عوامل epigenetic بيئيه اثرت على واحد وخلت جينات المرض تتحرك، بينما الثاني ما صار فيها العوامل، والجينات المرضية ولو هي موجودة بتضلها كاملة. لذلك identical twins ممكن دائما واحد يكون مريض والثاني ما يكون مريض. هذا توضيح له حتى بكل سهولة نشوف انه البيئة لها دور كتير كبير كمان. مثل ما الوراثة لها دور انه بالعيال المعينة يعني بيكون ضعاف بجيناتهم تجاه مرض معين مثل القلق، مثل الوسواس القهري، مثل البانيك اتاك الى اخره. كذلك العوامل البيئيه فيها اما تزيد الطين بله وتحرك هالمرض، او تكبت هالمرض ويطلع انسان كثير طبيعي.
نعم، يعني ذكرت اضطرابات كثير مهمة حقيقة، ناطرة تفاعل المستمعين معنا لنعرف هيك بالحلقة الجاي بشو وين نبلش. ذكرت دكتور انه الام الحامل يعني الولد جنينة بحس بكل شيء، ما بعرف هل نحن بسنة 2022 وعبر خبرتك الام الحامل بتعرف هيدا الشيء؟ تعرف انه هيدا الشيء بيأثر على جنينة وعلى شخصيته بعد الولادة؟ يعني ما بعرف، بحس نحن لما بنتقدم بالتكنولوجيا بس عم نرجع لورا انسانيا. هذا حسب المعلومات اللي هي متعرضة لها، يعني مراجعها، اذا هي بتجيب تقرأ كتاب على الولادة يلي في جهل بهالموضوع ما حتعرف انه هي اذا كترت قهوة او شربت الكحول كتير او دخنت او عصبت او تعرضت لتروما حيأثر على الجنين، أو أكلت شيء ما منه صحي. بينما الأم يلي بتجيب مراجع تقرأ مراجع منيحة ومطلعة، حتكون مطلعة وتكون ضميرة يعني بيخليها تحرم حالها من بعض الأشياء لحتى يطلع الجنين بأحسن حال. إذا بتزرعه بكير شيء مزبوط، بعدين بتلاقوا إذا من بكير ما بتهتموا بتلاقوا الضربة بعدين، بتصير بيمرضوا بعدين على كبر وبتشوف النتيجة. صحيح، يعني دائما مثل ما بتزرع بتلاقي. نعم، يعني نحن مركزين على الأم، هي العائلة أم وبي، بس دائما بالسنوات الأولى هي الأم اللي عم بتجيب الطفل على هالدنيا، الأم هي اللي عم تهتم فيه كل هيدي السنوات، الأم اللي بتشتغل. في ثلاث أسباب لهالشي، يعني بتبقى أول ما بتولد يمكن 40 يوم أو أقل بتضل مع البيبي وبعدين بتقرر ترجع على شغلها، ممكن لثلاث أسباب، ممكن طموحة، ممكن سبب تاني إنها سينجل مام أو جوزة يمكن ما خرج أو ما بيطلع مضطرة تشتغل. سو في عندها ثلاث أسباب ممكن تروح على شغلها وهي بعدها مولدة جديد. أدي خطورة هيدا الشيء بالنسبة للمولود الجديد؟ المولود اليوم أنا حظي مشحرق، بس المولود الجديد بده استمرارية بالعناية. فعندك أول 8 أشهر فترة سماح، بمعنى العناية فيها تجي من أي شخص، يعني إذا بده يأكل، إذا عم يبكي، إذا بده لمس. أكيد أفضل الأم، لأن يعني الطفل بس يولد الأم بتفرز أوكسيتوسين هرمون، وبس يرضع بتفرز كمان أوكسيتوسين. هدول هرمون البوندينج. شو البوندينج؟ الربط بين الأم، الرابط القوي بين أم وطفلها، بتصير فجأة بتحبه وتعبده لأنه كان بطنه مش شايفته، بيطلع بلش يرضع، بلش تعلق فيه، هو يتعلق فيها ويطلع بوشه ويطلع بعيونه إلى آخره. هذا البوندينج بيجي بأول لحظة وبيكمل بعدين. فياريت لو الأميات بيقدروا يكونوا موجودين كل الوقت لحد ما الطفل يصير 5 6 هيك شيء. بتعذر هذا الشيء بدنا استمرارية بالعناية. عنا أول 8-9 أشهر الطفل بيقدر ياخد عطف وحنان من مين مكان، من أخته الكبيرة، من خالته، من جده، من سته، من تاتا، من كذا. بعدين على 9 أشهر بده استمرارية لثلاث أربع سنين. هون الخوف، لأنه هي فترة التعلق attachment بتصير، وفترة separation trauma أو abandonment، الشعور بالتخلي أو الترك. فهون إذا الأم بتشتغل، وهي قبل كانت مهتمة بالطفل وبلشت تشتغل وصارت تغيب عنه ساعات معينة، هون ببلش المشكلة. إذا قدرنا نأمن شخص واحد يتعلق، شخص أكيد تكون صحته العقلية طبيعية، ما عنده يعني إساءة للأطفال ومؤتمن، هالشخص إن كان أقارب أو ناني أو يلي بدك، بده يكون موجود من 9 أشهر للحوالي 4 سنين ونص 5 سنين بشكل دائم. هون بصير في تركيب الشخصية، تركب الشخصية، ووجود الشخص مهم. نحن بنسمع عبارات برا بأمريكا محل ما كنت أو يمكن عندكم quality time، بس نحن هون بالأول 4 سنين بدنا quantity time. مش كافي quality time، بدنا quality time وبدنا أكثر من هيك quantity time. أوكي، لأنه عدم وجود quantity time بأوقات كافية للطفل ليعمل تركيب شخصية، عنده شوع يمكن كل حياته لهش.
جوع عاطفي وبيصير عنده ضياع بالشخصية بالهوية. في امهات فلذلك بينبسطوا بيقولوا انه ياه معلق فينا وما بيتركني وبس يشوفني، في امهات طبيعي بينبسطوا. طبيعي يتعلق بهالعمر، وممنوع يدفشوه عنه، ممنوع يرفضوه، ممنوع يدفشوه عنه، بالعكس لازم يحضنوه يعصروه يبوسوه يخليه يحس انه هني موجودين عند الطلب لحد ما يقوى كفايه. وباكد لكم بس يقوى كفايه هو بيصير يبعد شوي شوي، بيصير يروح يلعب لحاله ويرجع، اكيد بده يطلع لورا يشوف الام موجوده هونيك لورا بالمطبخ او ما ادري وين، وبعدين بيصير يلعب لحاله ساعه بعدين ساعتين الى اخره. فلذلك قضيه انه خليه ينام لحاله ويبكي لحاله ما ادري شو، ما تخليه يتعلق، هذا كله حكي فاضي، وهذا يعتبر إساءة للطفل، هذا أبيوز، هذا تشايلد أبيوز. الحرمان مثل الضرب أو أكثر حقيقة، لأن الضرب يعني بنشوفه وبنمنعه وبنحس فيه، بس الحرمان من تحت لتحت الطفل بنأذى بلا ما يحس إنه عم بيخسر، والموجودين ما بيعرفوا شو عم بيصير. يعني الأمهات اللي بيتركوا أولادهم بعمر صغير وهن من حيث يعني أعتقد لا يدرون، مش عارفين شو راح يصير بعدين أكيد لا بأولادهم. يدرون أي أم بدها تأذي ابنها، بس لازم يوفروا حدا، لازم يوفروا بديل. بتصير معهم إذا بدهم اضطرابات أو أمراض مثل شو مثلاً؟ اضطرابات الشخصية كلها بتتأثر بالفترة من 9 أشهر للخمس سنين، كلها ممكن تتكون مثل أي بهالفترة اضطرابات؟ اللي ذكرتها، من نرجسية كلها. لاضطراب، كلها هذه، الحدية، الاتكالية، البرفكشنزم، كله بيتكون بهالفترة. دكتور، أحياناً بعض الأمهات من حيث يدرون يعني هي بيتعلموها هيك من الأجداد إنه بيضربوا أولادهم هني وصغار، بيعلموهم إنه يسمعوا من الكلمة يخافوا منهم، بتصير الأم عاملة كنترول وسيطرة على أولادها من هني وصغار، بيتعودوا على هذا الشيء هني وكبار حتى ولو تزوجوا. يعني هي تدري يعني ماذا تفعل يعني. لا أقول لك شو، أول شيء الضرب ما بيجيب نتيجة، الضرب بيعتبر إساءة كتير سيئة، لأن الطفل مش الضرب كمية الوجع يلي بس بتضايقه، بس الضرب بتعني في رفض شديد تعطي ضرر وكره بعدين. ضرر. يعني الطفل بحس بالضرب إنه مكروه، منبوذ، مش محبوب، وما بيسوى، وشو ما عمل أحيانا ما بيفيد. فالطفل بصير عنده محاولات، أول شيء بحس هو الغلطان، لأن ما بيتحمل يفكر إنه أمه اللي متكل عليها وبتفهم أكثر منه، هيك بحس، فهو الغلطان، بيعتبر حاله، بجرم حاله، بيكره حاله لأنه هيك، وبحس بالفشل، وممكن يدبرس الأولاد، بدبرسه كمان، بصير عندهم اكتئابات. فلذلك هذه بتترك يعني بذور لأمراض نفسية مختلفة عن جد قد ايه وقت اللي صعبة، بنضرب طفل. قد ايه صعبة تكون الأم قاسية وبالنهاية بيكون في ولد بيكره حاله لدرجة يحتقر نفسه بينه وبين نفسه، يعني قدام العالم ممكن يشوف في غير شخصية. قد ايه بشع هالشي. وكتير كومن، لأنه الناس أكيد الناس عندها الواجهة الاجتماعية، كيفك منيح مبسوط، أي مبسوط أي، بس من جوا ما حدا بيعرف. فلذلك كتير مهم إنه هالبدايات هيدي، خصوصا أول 7 سنين، من زيرو لل7 سنين، مش بعد الولادة، من زيرو قبل الولادة لل7 سنين، يكون كتير سليم قدر الإمكان. ما حدا بيقدر، ما حدا بتكمل معه 100%، بس قدر الإمكان، لأنه هو الأصعب سنين، لأن تأثيرهم بعيد، يعني بعيد المدى، لمدى الحياة إذا النتيجة ما بيصير بتبين في بعدين. تدخل 100%. وفي أشياء بتبين فورا، يعني في أشياء بتبين، الطفل بيصير يضرب خيه، بيروح على المدرسة، بيشد شعر الأولاد، بيضرب، بيسرق إلى آخره، في أهل ما بينبسطوا فيه بيقدروا. إنه ابني مهضوم، يعني ابني مهضوم عم يقتلهم، يعني في إيه ناس، في أهل إيه، بس هدول هالقد علامات، يعني بالضبط، رجعيين. هدول ريد فلاج، بنسميهم ريد فلاج، هدول مؤشرات خطيرة إنه في اضطراب، يعني يعني في اضطراب خصوصا عند وقت الأهل وعند الأولاد.
أكيد يمكن في نواقص عند الأهل أو غلط بالتصرف، بس اضطراب عند الأولاد أكيد. دكتور، قد ايه مهم بهيدي الفترة اللي ذكرتها الأول سنوات العطف والحنان وخاصة من الأم؟ يعني منشوف لما الأم بتكون قاسية ولا بتعرف تعبط ولا بتعرف تحب ولا بتعرف تعطي كل هيدول، منحس بفرق حقيقة كيف ولادها بيطلعوا وبين الشخص اللي حصل على هالقد حنان وعاطفة يعني من الأم بالذات. 100% الفرق يعني بين السماء والأرض، لأنه مثل ما في حاجات للأكل والشرب والحرارة، البيئة يعني حرارة البيئة وقدرة النوم وقدرة التعبير، الحاجات النفسية يلي للطفل ما بتجي بالكلام. أنا ما فيني أخذ بيبي عمر يومين أقول له بحبك، ما بتعني له شيء. لغة الحب عند الطفل الصغير هي اللمس. أوكي، ما في شيء بيوصل للطفل حبياً إلا من خلال اللمس بالبداية، والأصوات الحلوة الناعمة اللي بتطلع من الأم أو الأنثى يلي بتغنج الطفل بصوتها، بس أهم شيء اللمس والعيون والابتسامة والصوت الناعم. الطفل وحتى توزيع الشحم بجسم الأم بحس فيه softness، هيدي بحس فيها الطفل، فهيدي كتير مهمة. وإذا عامل بوندينج معه مظبوط فورا بعد الولادة، حتى ريحتها تعطيه طمأنينة. فالعوامل الجسدية كتير أهم، ولسنوات عدة العوامل الجسدية بالتعبير عن الحب والطمأنينة، إعطاء الطفل طمأنينة إلى آخره، هي الأساس مش الحكي، حكي فاضي. هلا بعمر كبير كل اللي قلته حضرتك رح منشوفه بعمر كبير ورح ببين وضوح الشمس، بس هني وصغار كيف بدنا نميز بين الطفل اللي عامل ريل بوندينج مع والدته وبين الطفل اللي بخاف من عقاب والدته؟ الطفل اللي بخاف ببين عنده ضعف شخص، بين قوسين ضعف شخصية، بمعنى ما عنده جرأة، بلكي بيستحي. اللي عنده خوف، الطفل اللي منه عامل بوندينج واتاشمنت مظبوطة، بيتعلق بالغير. مثلا بتيجي التانت بيتعلق فيها، بيجي مدري مين بيتعلق فيها، بتيجي الشغيلة بالبيت بيتعلق فيها لأنه منه معلق بأمه. الطفل يلي مثلا اكل قتل من امه يمكن يكون عنده ميكست فيلينجز عليها، بحبها وبيكرهها كمان. من ميلي لانه هذا يعني طبيعي يحبها، ومن ميلي تاني بيكرهها لانه ضربته او بيخاف منها، ما بيقرب كثير عليها، بفضل بيو مثلا، بفضل غربة، بفضل ناني. بيكون عنده خوف، بيستحي كثير. ممكن انا مش عم عمم، يمكن عدة اشياء، بس عم بقول شو ممكن يصير. الطفل ما بيكون عنده جرأة، ما عنده ثقة بنفسه. إذا راح على الحضانة ومدري شو، بيكون من أطفال يمكن منزويين. فلذلك كل ما نحن أعطينا طمأنينة وحب وحنان للطفل هو صغير بالمراحل التكوينية، كل ما بيكون أبضاي بعدين. إذا بدنا نحكي عن الانتحار، ممكن الاكتئاب الحاد يوصل لانتحار أو باي بولر ثنائي القطب يوصل للانتحار، شو أكثر شيء ممكن يوصل للانتحار؟ هلا الانتحار باي ديفينيشن انه الشخص يأسان من وضعه، اللي ييأس من وضعه بده على الاكثر يمرق بمرحله في انتحارات تانية. مثلا هلا بنحكي عنها، بس نورمالي الانتحار بيجي بعد اكتئاب، والاكتئاب بيجي من عده اسباب. الاساس الاكتئاب هو حزن شديد ويأس، وبعدين بتطور لعدم قدره على يعني فيه البلاجر، وعدم القدرة انه يقوم يشتغل، وعدم ما بيختلط بالناس، يمكن ما بيهتم بنظافته، يمكن يعني بالاخر بيوصل لمرحلة انه بيأس، واكيد مزاجه بيكون واطي، ممكن يبكي كتير وبسهولة الى اخره. بس اساسه حزن، بس بدل ما يطلع بشكل حزن مربوط بحادث معين او شيء معين، بيصير حزن مبطن بيطلع بشكل مرضي. هذا هو الاكتئاب. وفي انواع منه، في الاكتئاب باتجاه واحد يلي هو اما يكون مزاجه طبيعي او مكتئب، وفي الاكتئاب ذو الاتجاهين يلي هو الباي بولر. الباي بولر هو عبارة عن شخص يلي حياته اذا ما تعولجت بدها تكون رايحة بين الاكتئاب الشديد وممكن انتحار، او حالات الهيجان واللي بسميها هوس، يلي
بيكون عنده طاقة كتير شديدة وما بيحتاج ينام وبيحكي كتير وبيعمل مشاريع براسه كلها فاشلة ووهمية، ويمكن يتخيل أشياء، يمكن يشوف أشياء مش موجودة، يمكن يكون عنده أوهام هوس. إنه هو عظيم إلى آخره. ف هذا البايبولر. بس قضية الانتحار موجودة إن كان بالاكتئاب الأحادي يونيبولر يلي هو الأكثر شيوعا، بس نقول واحد مكتئب، أو الاكتئاب البايبولر بمرحلة الاكتئاب ممكن يكون في انتحار. نعم، يعني حقيقة لا يمل دكتور من هيدي المواضيع، لأنه مثل ما قلت لك بأول حلقة ممكن كل نوع، هلأ كلهم رح يقولوا لي ليش ما حكيتوا عن البايبولر، بوعدهم بالحلقة الجاية رح تكونوا مخصصة كلها للبايبولر أو ثنائي القطب. إذا بدي منك نصيحة لكل الأهالي اللي عم يسمعونا وخاصة الأمهات، شو بتنصحهم يعملوا وشو بتنصحهم يبعدوا عن بهالفترة الأولى اللي بيقرروا يجيبوا ولد على هالدنيا، وخاصة لما هن بيكون عندهم اضطرابات مثلا أم بايبولر؟ أم بايبولر بدها تتعالج 100% لحتى تكون أم صالحة. ما فيها تكون أم بايبولر وعندها سيمتومز أوف بايبولر، يعني أعراض المرضية، وتقدر تكون أم صالحة. ممكن يوصل ما يقشطوها الأولاد يعني بدول أكيد، المتقدمة لأنه تعتبر يعني أنفت. ذهنيا مش أنفت يعني. فأي شخص عنده أي مشاكل نفسية سنة سنتين قبل ما بتوقع إنه يجيب أولاد، إذا عنده مشاكل نفسية من أي نوع يروح يتعالج بالعلاج النفسي اللي تأثيراته مزمنة، لأنه الدواء تأثيراته فعالة وبتشيل الأعراض بس ما بتشفي. الدواء ما بيشفي، الدواء النفسي ما بيشفي، لأنه بس نوقفه ممكن نرجع محل ما كنا إلا إذا ظروفنا تغيرت كليا، ولكن العلاج النفسي ممكن يشفي. فلذلك أي شخص عنده أي اضطراب نفسي خصوصا الأمهات لازم يتعالجوا قبل لحتى وقت يحملوا وبعدين يخلفوا وبعدين يصير عندهم مسؤولية الطفل الصغير، يكونوا بصحة نفسية جيدة وما يورثوا أولادهم مشاكلهم. يعني المشاكل النفسية على فكرة بتتوارث من جيل لجيل، مش بالجينات بس، مش بس بالوراثة الجسدية، بتتوارث بالمعاملة. يعني بصير احنا يقلد فينا نشوف الواحد. ايه، مش بس يقلد، بيتأثر كمان، بيصير عنده تروما، بيصير عنده مشاكل، تخلق له مشاكل جديدة. وقت اللي بيصير عنده أولاد حيكون عنده مشاكل لأنه هو منه سليم. وقت الأهل عندهم مشاكل الأولاد حيصير عندهم مشاكل. عم نحكي نفسيا، إذا الأهل عندهم مشاكل الأولاد حيصير، يمكن المشاكل تكون شبيهة أو ما تكون شبيهة، بس حيكون في مشاكل. لأهل عاديين شو لذلك أنا بتنصحهم؟ بنصح شو كل أم، نعم، أي بنصحهم إنه منذ ما قبل الولادة يحضروا ويقروا عن المواضيع هيدي، وكيف يتعاملوا مع يهتموا الطفل؟ بصحة بيهتم الأم الحبلة لازم تهتم بصحتها الجسدية والنفسية. الأم اللي عم تولد تجرب تعمل ولادة جنتل بيرثينج لأولادها، ايديالي يكون في طبيب موجود ومستشفى موجودة، ولكن الأوضة تكون دافية، ما يكون فيها رجال طالعين ونازلين، ويكون في يعني جو مثل بيت هيك، ويكون البوزيشن تبع الولادة بيولوجي، مش يكون على الظهر وعضوي مسلط وكذا، بس يكون أكيد طاقم طبي حاضر بحال صار شيء. ثالث شيء، الحاجات العاطفية لازم تتلبى مثل الحاجات الجسدية. مثل ما الطفل بيعوز ياكل ويشرب وينام، الطفل بده ينحمل وينعبط ويتبوس ويتغنج إلى آخره، بل وأهم، لأنه الطفل يلي حاجاته الجسدية ما يعني ما بيلاقيها أكيد بيتضايق، بس واضح بيبكي بيجي بطعمه. بينما الحاجات النفسية بتشوف كتير أمهات ما عندهم sensitivity، أو يعني ما بيستوعبوا إنه هذا البكي معناته خوف، هذا البكي معناته بده ينحمل، هذا البكي معناته في وجع جسدي عم يوجعه. فيمكن الأمهات لازم يتعرضوا لأصوات أطفال أو من نعم صحباتهم يلي عندهم أطفال صغار، يبلشوا يزورون أكثر ليشوفوا كيف
التعبير عند الطفل نعم بقى يصيروا to pick up signals من الطفل شو حاجته. نعم يعني في ما بعرف وين على الانترنت لقيت شريط تسجيل لسبع انواع من بكاء الطفل، كل واحد بيعني شيء، نعم عرفت كيف؟ يعني كتر خير الله فالكوميونيكيشن الانترنت مع الطفل، التواصل مع الطفل. نعم كتر خير الله شو الانترنت يعني وصلت معنا قوليلي شوي للاخر، لانه هلا بلشت الصوره تغير، عم بيقلنا النتورك شوي غير والصوره تغيرت عندك دكتور. يعني عندي أنا؟ نعم بنهايه حلقتنا لليوم لازم نفكر عن جد ألف مرة قبل ما نقرر نجيب طفل على هيدي الدنيا، لأنه أنتو من حيث لا تعلمون أنتو عم بتحولوا أطفال لناس مشوهين بالمستقبل، والأم هي ينبوع الحنان. ما حدا يقول لي أنه هيدي الأم عاطفية أو بتحب بس ما بتعرف تبين، الحب هو فعل مش كلام. دكتور مرام حكيم بدي أشكرك من كل قلبي، على أمل لقاءات قادمة معك بإذن الله عبر هوا صوتي. سهلا، شكرا لك نادا، شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك، يا هلا.